الخير أعزائي، اليوم إن شاء الله سنبدأ بحل تمارين الفعل المضارع، ولكن قبل أن يجب أن ننتبه إلى أمر مهم جدا ألا وهو تصريف الأفعال. بتصريف الأفعال أعزائي يجب أن ننتبه جدا إلى الأفعال الخمسة، حيث أننا ننسى أن نضع النون في نهاية تصريف الأفعال مع الأفعال الخمسة. فلدينا نحن في صفحة 32 من كتاب القواعد جملة أجد ما أقتات به أحمل طفلا على ذراعي. فإذا معلمة، سنبدأ أولا بتصريف الفعل أجد ما أقتات به مع ضمائر الغائب والغائبة، المخاطب والمخاطبة والمتكلم. سنبدأ بداية مع بتول. يلا يا بتول عزيزتي، صرفي الفعل أجد ما أقتات به مع ضمائر الغائب، يعني هو وهما وهم. يلا يا بتول عزيزتي، فلتقرئين لنا هذا التصريف رجاء. بتول، يلا عزيزتي. نعم. يلا صرفي لي الفعل لم أجد ما أقتات به مع ضمائر الغائب في صفحة 32، اقرأي لنا التصريف. هو، دقيقة واحدة. يلا أنا أنتظر. هو يجد ما يقتات به. نعم، هما يجدون. انظري جيدا، هما يجدون. معلمة، يجي دان يجدان ما يقتاتان به. فإذا هل رأينا يجداني؟ لا ننسى النون. هم يجدون ما يقتون به. فإذا هو يجد ما يقتات به، هما يجدان ما يقتاتان به، هم يجدون ما يقتاتون به. شكرا لك يا بتول يا عزيزتي. الآن سأكمل مع سيرين. يلا يا سيرين عزيزتي مع ضمائر الغائبة. يلا، هي تجد ما تقتات به. أحسنتي. هما تجدان ما تقتاتان به. أحسنتي. هن يجدن ما يقتطن به. شكرا لك يا عزيزتي يا سيرين. فإذا لا ننسى هما تجدان. فإذا يلا يا أتات، يلا عزيزي مع ضمائر المخاطب. أنت تجد ما تقتات به. نعم، به. أنتما تجدان ما تقتاني به. نعم، أنتم تجدون ما تقتاتون به. طيب شكرا لك يا عزيزي يا علي الأتات. فإذا أنت تجد ما تقتات به، وأنتما تجدان ما تقتاتان به، أنتم تجدون ما تقتاتون به. فإذا شكرا لك يا عزيزي. الآن سأطلب من أحمد غنام. يلا يا أحمد عزيزي، المخاطبة. أنت تجدين ما تقتاتين به. أحسنت عزيزي. أنتما تجدان ما تقتاتان به. أحسنت يا عزيزي أحمد. أنتما تجدن ما تقتاتان تجدن ما تقتاتان به. تقتتن. فإذا أعزائي جيد جدا. فإذا أحسنت يا أحمد عزيز، شكرا لك على الإجابة. فإذا أنت تجدين هذه من الأفعال الخمسة، ما تقتاتين به، أنتما تجدان ما تقتاتان به، وأنتن تجدن ما تقتتن به. الآن سأطلب من زين ترمس عزيزي. يلا المتكلم مع أنا ونحن، ماذا نقول؟ يلا يا زين. أجد ما أقتات ما أقتات به. نعم، أقتات به. نعم، نجد ما نقتات به.
فإذا أنا أجد ما أقطعت به ونحن نجد ما نقطعت به. شكرا لك يا زين عزيزي، أحسن. الآن سأنتقل إلى الجملة الأخرى، أحمل طفلا على ذراعي. دقيقة واحدة أعزائي. فإذا أعزائي سننتقل إلى الصفحة على عفوا إلى الجملة الأخرى التي هي أحمل طفلا على ذراعي. سنبدأ مع بداية مع روان. يلا يا روان عزيزتي، مع ضمائر الغائب هو وهما وهم، ماذا نقول؟ هو يحمل طفلا على ذراعه. أحسنتي. هما هما يحملان طفلا على ذراعهما. نعم ذراعهما. هم يحملون طفلا على ذراعهم. على ذراعهم. شكرا. ذراعهم. شكرا لك يا عزيزتي يا روان. فإذا هو يحمل طفلا على ذراعه، ننتبه لهما وهم، يحملان طفلا على ذراعهما، هم يحملون طفلا على ذراعهم. فإذا أعزائي سأسمع الآن إلى صوت محمد خريباني مع ضمائر الغائبة. عزيزي لم أسمع صوتك منذ زمن. يلا عزيزي محمد. محمد خريباني. طيب سأنتقل إلى طه، لأن محمد يمكن أنه يوجد لديه مشكلة. طه عزيزي يلا، مع ضمائر المخاطبة عفوا الغائبة هي وهما وهم وهن. يلا يا طه. هي تحمل طفلا على ذراعها. تحمل، ننتبه لللفظ الأحرف. نعم تحمل. حسنا. هما تحملان. برافو. تحملان على ذراعهما. على ذراعهما. أحسن. وهن هن يحملوا يحملن. برافو. طفلا على ذراعهن. فإذا هي تحمل طفلا على ذراعها، هما تحملان، نركز على النون، طفلا على ذراعهما، وهن يحملن طفلا على ذراعهن. الآن معلمة سأستمع لصوت أمل. يلا يا أمل عزيزتي. أمل يلا، صفحة 32 يا أمل في كتاب القواعد، نقرأ نحن تصريف الأفعال لأنها مهمة جدا. يلا يا أمل. أنت مع ضمائر المخاطبة، أنت وأنت وأنتما وأنتم، ماذا نقول يا أمل؟ أنت حملت. أنت معلمة، هل فتحت الصفحة؟ صفحة 32. يلا افتح الصفحة وسأعود لك بضمائر المخاطبة. حسنا. حسام مرعي معلمة عزيزي يلا، هل تستطيع؟ يلا دقيقة واحدة. حسام مرعي معلمة عزيزي، هل تستطيع أن تصرف لي الفعل مع ضمائر المخاطب؟ حسين مرعي، هل تسمعني؟ بس حسين مرعي بفضل ما بيحكي. طيب علي برجاق، أنت صرف لي الفعل، فعل أحمله مع ضمائر المخاطب. يلا أنت تحمله. نعم طفلا على ذراعك. أنتما تحملان طفلين على ذراعكم. طفلا، تبقى طفلا على ذراعكما. أنتم تحملون طفلا على ذراعي كم. كم. أحسنت يا عزيزي يا علي. فإذا أنت تحمل طفلا على ذراعك، أنتما تحملان طفلا على ذراعكما، وأنتم تحملون طفلا على ذراعكم. ننتبه لتحملان وتحملون. يلا الآن أعزائي سننتقل إلى المخاطبة. يلا أمل، هل فتحت الصفحة؟ نعم. يلا اقرأي لنا المخاطبة عزيزتي. أنت تحملين طفلا على ذراعي. نعم. أنتما أنتما تحملان طفلا تبقى طفلا على ذراعيكما. نعم. أنتن تحملن طفلا على ذراعكن. فإذا معلمة ننتبه، أنت تحملين
طفلا على ذراعك، أنتما تحملان طفلا على ذراعكما، وأنتن تحملن طفلا على ذراعكن. معلمة، صحيح هذه الحصة نحن أخذناها فقط لتصريف الأعمال الأفعال، ولكن تصريف الأفعال هي من أهم 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 ما يمر معنا في اللغة العربية وفي القواعد، هي والإعراب، يعني من أهم ما يجب أن ننتبه له هو تصريف الفعل مع الضمائر، وأيضا ما لدينا من إعراب. الآن سنستمع أخيرا إلى نور. يلا يا نور السباع عزيزتي، ضمائر المتكلم أنا ونحن ماذا نقول؟ إيه عزيزتي نور؟ يلا أنا ماذا أقول؟ أنا نور عزيزتي، عدت ووضعت ميوت. إيه نور؟ نعم. يلا عزيزتي، نعم. صرفي لي في الفعل أحمل طفلا على ذراعي مع ضمائر المتكلم أنا ونحن، ماذا نقول؟ أنا حملت طفلا على ذراعي. معلمة، أنا مع الفعل المضارع، مع الفعل المضارع. أنا أحمل طفلا على ذراعي، ونحن نحمل. أحسنتي، ونحن نحمل. شكرا لك يا عزيزتي. الآن أعزائي نقلب على صفحة 33 ونبدأ بحل. لدينا جملة يتحرك بغريزته ويقوم بحركات غريبة مع ضمائر الغائب اللي هي المفرد هو، المثنى هما والجمع هم، الغائبة هي هما هن، المخاطب أنت أنتما أنتم، المخاطبة أنت أنتما أنتم أنتن عفوا، وأخيرا لدينا المتكلم أنا ونحن. يلا معلمة نبدأ أعزائي الآن، وعندما ننهي سأصحح لكم. يلا معنا 5 دقائق. يلا يا أعزائي، يلا يا شطار، نبدأ بالحل جميعا ونفتح الكاميرات لأنني أريد أن أراكم، وإن شاء الله نهار الاثنين سنصحح إذا لم نلحق اليوم. يلا إلى اللقاء أعزائي.